ما تيجي يا سيد اقلب الخواجه ده ولعبك دور امريكان اجيب دغك فيه. حتى ابوك مش فايله طبعا. ما انا لو مزه واسمي داليا وشعري زي الحرير ووشي زي القمر وجسمي رياضي يعني ممشوك القوام كان زمانك اتكحرطت وقمت لعبتني. ما احنا في زمن الموزه زيابا. بقول لك يا ابو راوي لو جبت سيره داليا بالطريقه دي احتمال نكسر بعض. الله 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 الله، ده حب حقيقي بقى وفي الظلام. يا عم قلت لك صداقه بريئه. بريئه مسرقه تبقى متهمه. يا سيد سيد، ازيك؟ ازيك يا بارد؟ سيد سوري ما لقيتش اي دوكيومنتس ممكن تفيدك. عايز اقول لك تكير بابي ممكن يعمل شر جامد عليك. ربنا اقوى منه وقادر. انا اسف ان انا ورطتك معايا في حاجات كتير. سيد انا بفضلك ستوب خواجه العشره فينش ماي لاف از هير. مش شور ان انا لو في ايدي اعمل لك حاجه مش هتاخر. مون امور ماي سويت هارت ماي بريف هارت منوره الخرابه. الخرابة منورة بأهلها. تضربي معايا واحد كابتشينو؟ يا ريت واحد شاي بربري في الخمسين أحسن. بربري؟ أمال إيه باربي دي؟ نجري قدامي. وحش. في ثانك يو باربي. باربي انا عايز اقول لك انك منية القلب. باربي انا ما بشوفك بيحصل لي انتفاخ في مشاعري، حرقان في عواطفي، تنميل في صوابع ايديا ورجليا. يكونش ده الحب؟ شور بيبي شور. لا ما تقوليليش بيبي، بتفكريني بمامي الله يرحمها. كانت دايما بتقولي كده وانا نازل رايح البيبي كيدز. اكيد كانت ست عظيمه. ست عظيمة قوي. باربي أنا حاسس باضطراب في مشاعري، خايف يطلع مني رد فعل أنت تفهميه غلط. باربي أنا عايز ها عايز أنت زحة بقوة. عايز 240 جنيه بتوع قسط التلفزيون لغاية آخر الشهر. تليك بطعون بسبع عيون يا صلاح يا ابن السيد. حكيم يقطع وحكيم يشرح وحكيم يداوي. لهي ورب ابو رب يولع بجاز هو ورب يزاد نفسها. يا رب الاهلي يغلب الزمالك 6-1. لا 6-0. يا رب والنبي يا رب هادي خشب يا رب يخف ويرجع يلعب الماتش الجاي يا رب. وخالد بيبو والنبي يا رب رجعه المستوى. الواد كويس رجله حلوه والسبرنت عنده عالي. والنبي يا رب بحق حبيبك النبي بحق جاه النبي ارزق ابني سيد يا رب واحده بنت حلال تصوم. والنبي يا رب اجعل في ذريته شجره صالحه ما تتعدش من ربها. والنبي يا رب انا شحتان منك يا رب. ما ترد ردت الميه في زور. هو الواحد ما يتحدش على دعوه في البيت ده؟ انت يا ولد اللي عندي زي بيت الوقت. رد أظن دي فرصة العمر عشان تخلص على عمك خالص. إمتى عمي ده أبو دماغ بطيخة بيتكلم في مشاكل الشباب ووضع المجتمع؟ اللي عرفته بقى إنه شاري الحلقة دي علشان يتكلم عن أمجاده. قلت فرصة أقعدك مع الجمهور اللي بيحضر الحلقة أو تقول لي في النصيب. وحياة أمي لا خليه يلطم ويلعن اليوم اللي فكر فيه يطلع في البرنامج أساسا. إيه ده يا أستاذ سيد؟ تعرفني؟ آه إحنا كنا زمايلك عند الأكاديمية. آه افتكرت. ويا ترى نصايحي بقى جد فايدة؟ طبعا ما احنا خلاص اتخطبنا وهنتجوز قبل ما نتخرج. بالسرعة دي؟ ما انت اللي علمتنا كده. خطيبتك دي؟ بصراحة يا بخت اتجوزتي سيد العاطفة. ربنا يخليك يا معلم. مع السلامة. خدوا بالكوا بقى. باي.
السيد هو احنا شكلنا مخطوبين. والله تيجي نشوف. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد فاصل قصير ولسه بنكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشره من برنامجكم نماذج مشرفه. طبعا يسعدنا ان يكون معانا النهارده رجل الاعمال المشهور استاذ صلاح الجمال. استاذ صلاح، عايزين نعرف من حضرتك وكل الجمهور عايز يعرف ايه اخر مشاريعك الوطنيه. بعد اذنك لو سمحتي، عايزين نسالك. اوكي احنا بصراحه كنا مخصصين الاسئله في نهايه الحلقه، بس يظهر واضح ان الجمهور مش قادر يصبر عشان يسال حضرتك. من عينيا الاثنين. كان في حد هنا عايز يسال حضرتك، اتفضل. في البدايه انا برحب بالاستاذ صلاح بيه الجمال، وعايز اقول ان طبعا الحمد لله يعني ان مصر مليانه برجال الاعمال الشرفاء اللي بيخافوا على سمعه بلدهم واولادهم، وموفر لنا فرص العمل ما شاء الله يعني. وطبعا الاستاذ صلاح مش منهم خالص. وانت ايه اللي جابه هنا؟ حاقد ومهرد، اوقفوا زفت التصوير. فندم اهدى يا فندم، ما ينفعش كده، احنا لسه على الهوا وفاضل 7 دقايق على الفصل الثاني. سعادتك انا مش هتكلم عن نفسي، أنا حسيب واحد من ضحايا صلاح بيه هو اللي اتكلم. اتفضل. ومين ده الآخر أبو شعر تلك موسى ده؟ معلش يا فندم اهدى، ده رأيه وفي الآخر طبعاً ليك حق الرد. اتفضل يا أبو راوي أقول كلمتك. أصرخ ولم الناس، افتح لنا الكراس. أقول إيه بس يا ألم؟ اللي أنا هقوله ده لا يتقال ولا يتحكي. اللي حصل كان شيء فظيع. الراجل ده استغل سذاجتي واحتياجي للمال علشان اصرف على ابويا الميت واخواتي المفقودين. كنت بشتغل سكرتير في مكتبه وانا بأدي عملي بمنتهى الهمه.